وللمزيد حول الوضع الإنساني بالسودان ينضم إلينا عبر سكايب من عمان سليم عويس، مسؤول إعلام مكتب يونيسيف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. برحب حضرتك بداية في هذه التغطية سيد سليم على شاشة القاهرة الإخبارية. إذن يعني أسبوع على بدء هذه المناوشات وهذه الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، كيف تقيم الوضع اليوم في السودان خاصة ونحن يعني في أول أيام العيد؟ نعم، شكرا لك. بصراحة الوضع في السودان هو وضع مقلق للغاية وخصوصا للأطفال. نحن نتكلم عن ملايين الأطفال هم في خطر إذا استمر هذا القتال، وهم تعرضوا أصلا للأخطار في الأسبوع الماضي مع صعوبة فعلا تأكيد الأرقام و الاتيان باي ارقام من الارض، ولكن وصلتنا تقارير بوفاه للاسف مقتل 9 اطفال وعلى الاقل واصابه اكثر من 50 اخرين، وذلك فقط حتى يوم الاثنين. للاسف قد تكون هذه الارقام قد ازدادت خلال هذا الاسبوع. للاسف العديد من العائلات هي عالقه في مرمى النيران، لا تستطيع الوصول للتيار الكهربائي، يعيشون في خوف من احتمال نفاد الطعام والمياه والأدوية والتي فعلا بدأت بالنفاد على مستوى العائلات. آلاف من العائلات أجبرت على ترك منازلها بحثا عن الأمان. فبشكل عام الوضع فعلا سيء، ولا يمكن توفير الخدمات الأساسية أو السلع الأساسية لهؤلاء العائلات في هذه الأوقات. ذكرت نقطة مهمة جدا سيد سليم، هو خروج المواطنين أو نزوحهم خارج العاصمة الخرطوم ربما إلى أماكن أكثر أمنا، يعني إن كان في ولايات أخرى أو إلى بلاد أخرى. تقريبا من 10,000 إلى 20,000 سوداني فروا إلى تشاد اليوم. هل نحن يعني بصدد مزيد ربما من الهجرة الداخلية والخارجية تعتقد؟ يعني كما في أي عنف آخر، العائلات تبحث عن أماكن آمنة لها ولأولادها، وذلك فعليا ما نسعى له كيونس، نطالب وندعو إليه أن يتم تأمين الممرات الآمنة للأطفال والعائلات العالقة في وخصوصا في خطوط التماس وحيث العنف في أقصى. يجب علينا أن نؤمن ذلك للأطفال، نخرجهم من الأماكن الخطرة، ولكن أيضا أن نؤمن ممرات آمنة لعمال الإغاثة والمنظمات مثل يونسف وغيرها لتستطيع من أن تصل إلى العائلات والأطفال الأكثر احتياجا. للأسف في هذه اللحظات موظفون غير قادرين على أن يصلوا إلى حيث هم محتاجون. طب كيف تتعاملون مع هذه الأوضاع، يعني بما أنه تتكلم عن أنه موظفي اليونيسف اليوم في السودان غير قادرين على الوصول للقيام بأعمالهم، ما هي الإجراءات اللي بتتخذ يعني في مثل هذه الظروف، خاصة وأنه أكيد لكم يعني تجارب سابقة في هذا الصدد؟ نعم، يأتي دورنا في الدعوة إلى الممرات الآمنة لنا وللأطفال وللعائلات، وذلك ما نسعى إليه مع كل الأطراف التي يمكن الوصول إليها ويمكن التعامل معها. كما نساعد الآن من بعض الأمثلة التي قامت اليونيسف بها خلال الأيام الماضية، هي دعم بعض المراكز الصحية مثل مستشفى الفاشر بالمياه ليقوموا بعملهم وتقديم العلاج للمتضررين من العنف. والآن تعمل يونيسف تقييم الوضع الحالي والمرتقب للاحتياجات حتى نستطيع لإيصال المساعدة في حين فتح المجال وتأمين الممرات الآمنة. اليونيسف سيد سليم تحذر من تصاعد العنف في السودان وتقول بأنه ذلك يعرض ملايين الأطفال ربما في السودان للخطر. هل هناك إحصائية معينة لديكم حول عدد الأطفال ربما في السودان المعرضين للخطر بالفعل أو الذين تعرضوا يعني سابقا لخطر؟ نعم،
نعم، ما قبل الأزمة الحالية كانوا ثلاثة أرباع عفوا كان يعني ثلاثة أرباع الأطفال يعيشون في فقر مدقع. تقريبا 8.5 مليون طفل كانوا بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية. فنتخيل كم سيزيد هذا الرقم في حال استمرت هذه الأعمال العنف هذه. الأطفال في السودان هم من أكثر الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد. هناك أكثر من 3 ملايين طفل يعانون من ذلك. في عام 2023 فقط كان هناك أكثر من 611 ألف ممن يعانون من الهزال الشديد. للأسف 50 ألف طفل ممن يعانون من سوء التغذية الحاد هم في خطر الآن، أنهم كانوا يعتمدون اعتماد كامل على رعاية على مدار الساعة. للأسف هذه الرعاية تنقطع بسبب انعدام الموارد، انقطاع التيار الكهربائي، وهذا يعرض المزيد من الأطفال لخطر الموت للأسف. هل هناك أي ربما قنوات اتصال سيد سليم بينكم وبين أي الأطراف الأزمة الموجودة اليوم على الأرض فيما يخص تسهيل طبعا يعني عمل منظمة اليونيسف داخل السودان في ظل هذه الظروف اللي بيعيشها اليوم؟ أعتقد أن المجتمع الدولي يقوم بهذه الاتصالات. نحن نؤكد على رسالة الأمين العام للأمم المتحدة ودعوته لتأمين على الأقل هدنة تصمد. للأسف حتى الآن حاولنا أكثر من 4 أو 5 هدن، ولكن للأسف لم تصمد أي منهم. لذلك دعواتنا تستمر لتأمين أولا وقف إطلاق النار، أو على الأقل تأمين فترة من الهدنة لتأمين الممرات الآمنة ولتمكيننا من نقل الأطفال والعائلات وموظفينا إلى أماكن آمنة حيث يستطيعون أن يجدوا ولو القليل من المساعدة. يعني أين هم موظفو اليونيسف اليوم اللي ربما معرضين للخطر في السودان، وكيف ربما ستؤمنون هذه الإجراءات، إجراءات نقلهم من المناطق المعرضين فيها إلى الخطر إلى مناطق أخرى، وهل هناك ربما أي نية لإجلاء هؤلاء الموظفين يعني الموجودين في السودان والمعرضين للخطر إلى الخارج؟ نعم، موظفونا كما بقية الشعب السوداني للأسف هم موجودين في حيث كانوا عند ابتداء الأزمة. البعض منهم استطاع أن يصل إلى بيته أو إلى مكان آمن، ولكن الكثير منهم ما زالوا يكتمون في بيوتهم، وهم بعضهم كان يعني في أماكن فيها قتال للأسف. لذلك يعني من الضروري جدا أن يتحرك المجتمع الدولي وأن يتحرك الأطراف التي على الأرض أن تتحرك وتتوقف عن القتال. يعني في ظل عدم توقف القتال اليوم، حضرتك ذكرت سيد سليم بأنه كان هناك أكثر من هدنة، ولكن للأسف هذه الهدنة لم تدخل حيز النفاذ، ولكن بالأمس كان هناك ربما حالة من الهدوء النسبي صادت يعني مناطق من السودان. هل استفدتم من هذا الهدوء ربما النسبي اللي تم للقيام بأي عمليات ربما يعني داخل السودان؟ لا 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 يريدني أي معلومات عن ليلة البارحة، ولكن بشكل عام نحن ما نستطيع القيام به هو القليل للأسف، رغم استعدادنا لمساعدة الأطفال والعائلات السودانيين في السودان. للأسف الخرطوم حاليا هي مكان صعب للتحرك فيها، ولكن أيضا الولايات الأخرى مثل كردفان ودارفور الوضع صعب، ولكننا نحاول أن نجمع المعلومات أولا حتى نستطيع من تخطيط الاستجابة، ولكن أيضا نحاول أن نكمل والحفاظ أن نحافظ على الخدمات الحيوية التي تأثرت في النزاع، لأننا يعني في السودان ليس فقط في هذا النزاع، ولكننا ما كنا هناك منذ سنين. يجب علينا أن نواصل هذه الإمدادات، نواصل هذه المساعدات حتى لا نعرض أطفال آخرين أيضا للخطر. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا سيد سليم عويس، مسؤول إعلام مكتب يونيسف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر سكايب، على كل هذه المعلومات.